فؤاد، انا كلمتك التليفون. ايوه. اديتني ميعاد وقلت لي تعالى الجنينه. جنينه الحيوانات. ليه؟ ايه الحكمه؟ يعني انا افهم ان اخد ميعاد منك في مكان عام، مش معنى الجنينه بالذات. هي اصل الجنينه دي بتشكل يعني مكان قضيت فيه يعني جزء كبير من حياتي. ايه اعتبرك من سكان حدائق الحيوان؟ تقريبا ممكن. في مصر بس؟ في مصر بس، وفي الغابات المفتوحة بقى. في كينيا واوغندا وتنزانيا. انت بتحس ايه في الجنينة؟ بتحس براحة؟ بتحس باصدقائك الحيوانات؟ اهو ده this is the question. حقيقي انا بحس هو ده. بحس اني انا الناس دي لا مؤاخذة الحيوانات دي قريبة مني جدا. الحيوانات المفترسة بالذات يا استاذ مفيد. انا عايز اقول لك سؤال. المفترسة بس بالذات؟ بس يعني الاسد، الببر، الفهد، الشيتا، الفيل، الزرافة، الحمار الوحش، الخرتيت، السيد قشطة، التمساح، دي حيوانات احس انها قريبة مني جدا. هل بتعبر عن حاجة فيك؟ معرفش، يمكن دي عقدة الخوف منهم خلتني احبهم. ممكن. يعني اسمح لي في التعبير. هل يقال انك انت فيك حتة جبن كده خوف؟ هل حبك للحيوان المفترس تعبير عن جايز؟ انا ما فسرتش ده قبل كده، انما انت بتحب بشدة أوي. الحيوانات أوي. المفترسة أوي. أوي. هل صحيح انك انت حافظ شعر كتبه مرة واحد عن الأسد؟ حافظ كل الأشعار تقريبا يمكن عن الأسد، وأعظمها القصيدة. أسمع. القصيدة اللي قالها بشر بن عوانة. قال إيه؟ قال بيخاطب خطيبته فاطمة. بيقول لها: أفاطم لو شهدت ببطن خبت وقد لاقى الهزبر أخاك بشرى، إذا لرأيت ليثا أما ليثا هزبرا أغلبا لاقى هزبرا. ده عمل المهر بتاعه موت أسد، طلبوا منه أن المهر يكون يموت الأسد اللي في بطن خبت. فراح موت الأسد وجابه. مهر فاطمة بنت عمه. فموته وجابه. وبيخاطب فاطمة بيقول لها ده. انت كنت انت طفل بتقلد الحيوانات؟ لا، انا كنت ارسم الحيوانات لان انا رسام. ترسمهم؟ ارسمهم. يعني برضو ده جزء من الحب. ايوه او طبعا. تعبير ايضا. يعني كنت بتقلد مشية الكنغر اسمه كده؟ القنغر او الكنجارو. الكنجارو. الكنجارو او القنغر. كنت بتقلد مشيته؟ لا، ده مشيته صعب لانه بينط بيقفز. دي الورانيه كبيره ودي القدمانيه صغيره. ده يقفز ده في استراليا بس. استاذ فؤاد، انت قريت كتاب قليله ودمنه؟ امال طبعا. حبيته قوي قوي. ما هو ده من ضمن اسباب حبي للحيوان. قليله ودمنه. قريتك لازم. امال طبعا، يعني غرس فيك حب الحيوان. طبعا. ووالدي كمان الله يرحمه كمان. مال. طب انت من امتى عضو في جمعيه رفق بالحيوان؟ انا بقالي 10 سنين. ايه الحكمه الاساسيه في انتمائك لهذه الجمعيه؟ انا عضو مجلس اداره، مش عضو بس عام. امال. إيه طب انت لما بتشوف حد بيعذب حيوان في الشارع ايه مشاعرك؟ لا طبعا مشاعري بتبقى مشاعري يعني. بس دي مش حيوانات مفترسه. مؤلمة مهما كان بقى. حتى لو كان مفترس. يعني لو تشوف الاسد مثلا وهو ميت، وهو مضروب وميت. يصعب على الكافر. انت حتى الاسد لما حتى يكون الاسد لما يكون مضروب وميت يصعب عليا طبعا. يعني واحنا جايين من كينيا ضربنا اسد بالعربيه. اسد بيعدي. فضربناه فمات. فنزلوا اتفرجوا عليه. قلت له اتفرجوا عليه شوفوه ده وهو عايش كان يبقى عامل ازاي. كنا نقدر نقف الوقفه دي قدامه. انت بتفخر انه الاسد يبقى عايش؟ طبعا. طبعا. هل تعتقد استاذ فؤاد انها لمسه حضاريه في الشعوب، عمليه احترام الحيوان؟ طبعا لا شك. هل احنا بالمقياس ده نعتبر؟ لا، ما احناش في المقياس ده. مش ماحناش الراجل رئيس جمعيه رفق الرفق بالحيوان. جه علشان يشوف يعني نظم الجمعيه هنا. وبعدين لقى طبعا في الشوارع، لقى الحمير اللي بتجور العربيات بتنضرب، الحصينه بتنضرب، ده قال لهم احجز الطياره اللي راجعه ورجع من 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 الاحساس. طبعا. طبعا. انت بتحترم الحمار قوي؟ الحمار ده يجنن. هو مش عشان حمار نقوم نضايقه او نضايق منه. انما لا. وبعدين الحمار ده مش حمار. ده ذكي جدا. الحمار ذكي. امال طبعا. ايه موطن ذكائه؟ موطن ذكائه انه يعرف صاحبه. ويعرف المكان اللي عايش فيه. ويعرف ياكل ايه. يعني ده ذكاء. هو ده ذكاء برضه. ذكاء فطري.
يعني ما هوش حمار يعني حمار لا يعني في احمر منه. الحصان بتحس ايه فيه؟ ما اعرفش الحصان ده اصله شايف نفسه حلو كده وصغير يعني مش صغير يعني شايف نفسه حلو كده وجسمه حلو وكده. عايز تقول ان هو عنده زهو زهو امال ومنور كده ومنور ومنور وديله مرفوع ورقبته مرفوعه يعني حاجه. مين اللي بيشبه لك الزرافه في الوسط الفني؟ في الوسط الفني ما تتفكرش احمد بدير. احمد بدير الممثل ممثل شبه الزرافه. وفي النجمات؟ في النجمات ما فيش زرافه. ممكن 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 ليلى فوزي زي الزرافه. امال انت معلق ديل ثعلب في العربيه؟ صحيح. والله ليه؟ بيقولوا بيجيب الـ الحاجات الكويسه. يعني فال كويس. فال كويس. طب انا ما اعرفش عندي كده يعني تأصيل لحبك للحيوانات. يعني نفسي اقوله لك. إيه انا بحس انك انت حبك للحيوان زائد حبك للاطفال معناه انك تتعاطف مع المخلوقات التي لا تفصح عن شكواها. انت فسرت اللي جوايا والله. صحيح والله. حقيقي. هو ده. طيب بالفعل تسمح تكفيني بقى على سؤال هقوله لك. ايه قول. هل الحيوان يملك وفاء كبيرا؟ هل يغدر الحيوان عندما يحب؟ انا سالت السؤال ده لمدرب سيرك هندي. هندي كان هنا في مصر. وقلت له انت بتنام فين؟ جه وتصورت معاه. قلت له انت بتنام فين؟ قال لي انا بنام مع الحيوانات دي صاحبتي وحبيبتي. قال لي قلت له انت ما بتخافش؟ قال لي اخاف؟ ده انا مطمئن جدا وانا نايم في وسطهم. انا مطمئنش وانا نايم مع زملائي في السيرك، انما الوفاء بتاعهم ليا اني بنام في وسطهم وانا مطمئن جدا. طبعا الحيوانات اوفى من كثير من الناس.